تقدم سريع وانتصارات في الساعات الأولى من انطلاق عملية الحويجة. قتلى وجرحى في قصف جوي على قرى ريف إدلب الجنوبي. ومع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في المكسيك، حصيلة قتلى الزلزال تصل إلى 272 قتيل. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من العراق، حيث قالت القوات الأمنية العراقية إنها تمكنت من تحرير منطقة وادي الكصير شرق قضاء عانا غربي محافظة الأنبار بالكامل من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن أعدادا من إرهابي داعش المتواجدين في المنطقة فروا باتجاه قضاء القائم وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية. أيام مجد تنظيم داعش تقارب على نهايتها، معركة جديدة تنطلق في منطقة الحويجة، هذه المنطقة الغنية بالنفط. فقد أعلن العراق بدء الهجوم لطرد مقاتلي داعش من الحويجة التي تقع غرب مدينة كركوك، وتعتبر الحويجة التي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غرب العاصمة العراقية آخر منطقتين يحتلهما داعش في العراق. ألوية الحشد الشعبي وقطاعات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب تشارك في المعركة، ومع الساعات الأولى للمعركة أعلن قائد عملية قادمون يا حويجة عن تحرير 11 قرية في قضاء الحويجة بالعراق من احتلال تنظيم داعش الإرهابي، وبذلك تكتمل الصفحة الأولى من المرحلة الأولى لعملية تحرير الحويجة. وكانت الحكومة العراقية أعلنت مطلع سبتمبر أنها تحضر عديد القوات العراقية لجولة جديدة من المعارك ضد تنظيم داعش من أجل تحرير الحويجة ومناطقه المحيطة بين صلاح الدين وكركوك، وتحدثت مصادر أمنية وعسكرية عن تجهيز قوات يفوق قوامها 40,000 مقاتل مزودين بأسلحة حديثة ترافقهم مئات المدرعات والدبابات الأمريكية بالإضافة إلى الغطاء الجوي والمدفعية. إلى ذلك قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن قرابة 85,000 مدني لا يزالون في بلدة الحويجة، وأضافت المنظمة أن أكثر من 100,000 شخص فروا من البلدة منذ أغسطس آب من العام الماضي. منذ عام 2014 احتل داعش مدنا عدة في شمال العراق وغربه، فشل هذا التنظيم حتى يومنا هذا من اقتحام مدينة الضلوعية الواقعة ضمن محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد، ضمن معركة استمرت لمدة أشهر عدة أسماها أهالي المدينة معركة ذات السواتر التي سقط فيها كثير من شباب الضلوعية دفاعا عنها. مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل. القصة في هذه المدينة مختلفة تماما عن باقي المدن، حتى أن أهلها يقولون أن هزيمة داعش بدأت من هنا قبل 3 سنوات، والشاهد على كلامهم هذه المقبرة التي تحوي رفات العشرات من أهلها بعد أن قضوا على ساترها هنا الضلوعية شمال بغداد. في الذكرى الثالثة بتمكن هذه المدينة من صد مقاتلي داعش ومنعهم من دخولهم إليها، لا زال الأهالي يتبادلون الحكايات عن تلك الأيام وهم يرتشفون القهوة التي يعتزون ويفخرون أن نيرانها لم تنطفئ يوما رغم أكثر من 100 هجوم شنه داعش على أبوابها. آثار المعارك التي خاضها أهالي مدينة الضلوعية ضد مقاتلي داعش لا زالت ظاهرة في شوارعها وعلى منازلها على مدار 7 أشهر متواصلة، إلى أن تمكنت القوات العراقية المشتركة من تقديم الدعم العسكري لهم. برغم أن أهالي الضلوعية يمضون حياتهم بشكل طبيعي مع مرور 3 سنوات على ما يسمونها هنا معركة ذات السواتر، إلا أن قصصها ستتداولها الأجيال القادمة لحكاية مدينة دافعت عن الحياة. في الشأن السوري، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريحات له لوسائل إعلام، قال إن بعضا من أفراد تنظيم داعش اختاروا الانتحار على تسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على معظم مدينة الرقة وأن تنظيم داعش قد انتهى هناك. وأضاف عبد الرحمن أن بعض أفراد تنظيم داعش ما زالوا يقاومون ويتحصنون في عدد من المباني.
تم التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري وتنظيم داعش يقضي بخروج أفراد التنظيم من محافظة حماة وسط سوريا بحسب ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وينص الاتفاق على خروج المئات من أفراد التنظيم مع أسرهم من القرى المتبقية تحت سيطرته في ريف حماة الشرقي، كما سيتم إنشاء مخيمات في شرق مدينة سلمية لمن تبقى من مواطنين في المنطقة لحين الانتهاء من عمليات تمشيط ريف حماة الشرقية. بعد أكثر من 6 أشهر من هدوء نسبي نعمت به بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تعود اليوم الطائرات الروسية لتنشر الموت والدمار مجددا في قرى وبلدات ريفي إدلب وحماة. عشرات الضربات الجوية اليومية تشنها الطائرات الروسية على الأحياء السكنية وبشتى أنواع الأسلحة مخالفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن الدمار والخسائر المادية الكبيرة. مراسلنا محمد سلهب والتفاصيل في التقرير التالي. السماء في ريف إدلب الجنوبي تكاد لا تخلو من الطائرات الحربية بعد أيام من مؤتمر أستانا. الطائرات الروسية بدأت بقصف المشافي والنقاط الطبية ومراكز للدفاع المدني، ومن ثم وسعت نقاط استهدافها فقصفت مدنا ومناطق سكنية مشمولة بخفض التصعيد. ففي بلدة جرجناز ارتكبت الطائرة مجزرة بحق أسرة نازحة إلى البلدة كانت قد هربت من الموت الذي لاقته هنا. امبارح رجع جدد القصف على البلدة وصار عندنا ضحايا، توفت امرأة وأطفال 2 وحفيدة، وقصفوا مساجد، قصفوا مسجد بالحارة عنه واستشهد شخص هناك كمان. 5 غارات جوية متتالية كانت كفيلة بأن تجعل البلدة خاوية على عروشها، فالقصف تركز على منازل المدنيين وسط جرجناز مخلفا جرحى مدنيين ودمارا هائلا. بعد 5 غارات عنيفة استهدفت بلدة جرجناز أمس وخاصة على المدنيين لعدم وجود أي مقرات عسكرية، 25,000 نسمة أعداد سكان جرجناز اليوم كلهم نازحين في الأراضي وتحت الأشجار ولا يوجد أي حراك مدني، كافة المحلات مغلقة في بلدة جرجناز، بلدة جرجناز اليوم خاوية على عروشها نتيجة استهداف بشار الأسد للمدنيين. أكثر من 10 مناطق طالها قصف الطائرات الروسية في ريف إدلب الجنوبي، منها خان شيخون والمعرة وكفرنبل والهبيط، مسببة موجة نزوح جديدة في منطقة يقال أنها ضمن مناطق خفض التصعيد. في أقل من 48 ساعة تعرضت بلدات ريف إدلب الجنوبي لأكثر من 150 غارة جوية، معظمها استهدف منازل المدنيين، وكان لجرجناز نصيبا منها إذ راح ضحية القصف فيها 5 أشخاص، 4 من عائلة واحدة وإمام المسجد الذي نقف فيه. محمد سلهب لأخبار الآن، ريف إدلب. في ريف حماة الجنوبي حيث يتواجد آخر مركز طبي في قرية طلف، يعاني المركز نقصا في المساعدات الطبية ويواجه المركز صعوبة في استمرار عمله وتقديم العلاج لمئات الأهالي في المنطقة مع توقف الدعم. التفاصيل مع ماجد العثمان. بات مركز الرعاية الطبية الوحيد في ريف حماة الجنوبي مهددا بالتوقف لضعف الإمكانيات. يعتبر هذا المركز شريان الحياة للأهالي في ريف حماة الجنوبي، إذ يستقبل أكثر من 4500 مريض شهريا. تتراوح الحالات بين أمراض مزمنة وإصابات ناتجة عن القصف المتكرر من قبل النظام السوري. لدينا طبيب عام يخدم المركز على مدار الساعة، لدينا قسم الإسعاف يخدم المرضى على مدار 24 ساعة، نستقبل كافة الحالات باستثناء العمليات الجراحية، نقوم بتحويلها إلى باقي المشافي. لدينا سيارات إسعاف تقوم بنقل المرضى من هم بحاجة إلى مشافي أخرى أو من هم بحاجة إلى صور وإيكو. يتكفل المركز بتكاليف الإسعاف وخدمات الاستشفاء بشكل مجاني كافة لكافة المرضى وبشكل كامل. أعلمنا منذ نهاية الشهر السادس الماضي في عام 2017 بتوقف الدعم على المركز. كان يقدم الدعم من جمعية صندوق إعانة المرضى عن طريق منظمة الرعاية الطبية، مما أحدث لدينا إرباك في هذا العمل. المركز يقدم خدماته مجانا للمرضى، إذ يعد الوحيد في منطقة تضم أكثر من 12,000 نسمة في ريف حماة الجنوبي. يضم عدة أقسام، منها العيادة الداخلية والعيادة السنية والإسعاف والمخبر
والصيدلية. يستقبل المركز كل الأعمار، الأطفال، الشباب، الشيوخ، النساء. بات أكثر من 12 ألف نسمة في خطر فيما لو توقف هذا المركز الطبي عن تقديم الخدمات. تجينا يوميا حوالي 50 حالة بين مراجعين عاديين وبين صرف وصفات. عندنا طبعا الأدوية اللي بنصرفها من الصيدلية، عندنا أدوية قسمين، عندنا أدوية مجانية بالكامل وعندنا أدوية بسعر التكلفة. طبعا سعر ما فينا نصرفها كلها بشكل مجاني لضعف الإمكانيات الموجودة عندنا. عندنا في نقص في بعض الأدوية مثل أدوية السكر، أدوية الضغط، يعني الأدوية المزمنة، هاي في صعوبة بتأمينها. عندنا المرضى المقيمين في المشفى، أقسام المشفى الاستشفاء، هاي أدويتهم احتياجاتهم الطبية مجانية بشكل كامل، من أدوية وريدية، من سيرومات، من أجهزة نقل دم مجانية بالكامل. يأمل الأهالي في ريف حماة الجنوبي ألا يتوقف مركز الرعاية الطبية الوحيد في المنطقة عن تقديم خدماته، كما يبذل الأطباء والعاملين في المركز جهودا جبارة لاستمرار عمل المركز الطبي رغم ضعف الإمكانيات ونقص الموارد المالية والطبية. يسعى الأطباء في هذا المركز إلى بذل كل الجهد لتوفير الدعم واستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاج للأهالي في المنطقة. في الشأن الخليجي، قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن سعي إيران لتطوير قدرتها الصاروخية مقلق جدا، مضيفا أن إيران ليست جادة في الالتزام بتعهداتها التي قطعتها للمجتمع الدولي. وأضاف قرقاش أن ما يقلق أيضا تفسير إيران للاتفاق النووي بأنه يطلق يدها في المنطقة ويجعلها قوة توسعية، فيما يجب كبح السياسة الإيرانية في تغولها وتدخلها في المنطقة. أكد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي أن الانقلابيين ينفذون أجندة إيرانية للتوسع في المنطقة. وأضاف هادي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيران تقدم الدعم المادي للميليشيات الانقلابية وترسل إليهم أسلحة وصواريخ، وهذه الميليشيات تهدد الأمن والسلم في المنطقة والملاحة الدولية. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. أعلنت السلطات المكسيكية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الثلاثاء الماضي العاصمة مكسيكو ومناطق مجاورة لها ارتفع إلى 272 قتيل. ويبذل رجال الإطفاء والشرطة والمتطوعون جهودا مضنية للبحث عن ناجين محتملين تحت ركام المباني المدمرة. طالبت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرسال بعثة أممية إلى بورما وإقامة مناطق آمنة في هذا البلد تشرف عليها المنظمة الدولية، بغية تمكين أبناء أقلية الروهينجا المسلمة من العودة إليها. كما ونددت حسينة بزرع حكومة ميانمار لألغام أرضية على طول الحدود بين بورما وبنغلاديش لمنع عودة الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة. أعلنت الشرطة البريطانية إخلاء سبيل اثنين من الموقوفين الستة الذين اعتقلتهم على خلفية تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت مترو لندن يوم الجمعة الماضي. وقالت الشرطة إن المفرج عنهم الأول البالغ 21 عاما والذي لم تكشف عن هويته اعتقل يوم السبت الماضي في هانسلو في الضاحية الغربية للعاصمة لندن، في حين أن الثاني وعمره 48 عام اعتقل يوم الأربعاء الماضي في نيوبورت في ويلز. هاجم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوعدا بأنه سيجعله يدفع غاليا ثمن التهديدات التي أطلقها من على منبر الأمم المتحدة بتدمير كوريا الشمالية. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المنظمة الدولية في نيويورك بأن بلاده ستدمر كوريا الشمالية إذا اضطرت للدفاع عن نفسها وعن حلفائها من خطر كوريا الشمالية النووية.
من جانبه قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الخميس إن المفاوضات هي الحل الوحيد لأزمة كوريا الشمالية بعد أن أبدت الولايات المتحدة واليابان حذرا حيال الحوار مع بيونغ يانغ. وقال وانغ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الأمل في السلام ما يزال موجودا ويجب عدم الاستسلام، مشيرا إلى أن التفاوض هو المخرج الوحيد لتلك الأزمة. أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها ستدفع مبلغ 575 مليون دولار إضافية لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يواجهون خطر التعرض للمجاعة والعنف وسط حروب واضطرابات تعصف باليمن وجنوب السودان ونيجيريا والصومال. وأفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هذا التمويل الإضافي يرفع مجموع المساعدات الإنسانية المقدمة من الولايات المتحدة بسبب الأزمات في الدول الأربع إلى نحو 2.5 مليار دولار منذ مطلع السنة المالية 2017. أحيا العالم يوم أمس اليوم الدولي للسلام تحت شعار معا للسلام، كفالة الاحترام والسلامة والكرامة للجميع. ويهدف احتفال هذا العام إلى تكريم مبادرة معا من أجل السلام العالمية لتعزيز الاحترام والسلامة. التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي. في وقت ينزح فيه الملايين من المدنيين تحت وطأة النزاعات والحروب وتداعياتها من تدمير للأوطان وقتل وتهجير، يحيي العالم اليوم اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل سنة بهدف نبذ العنف وترسيخ قيم التسامح والتعايش والدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وحماية المدنيين في مناطق النزاع مع مراعاة القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين. وقد أضافت الأمم المتحدة إلى احتفالية السلام مهمة أخرى باعتباره يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، داعية شعوب العالم إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى العامة بأهمية إقرار السلام وكيفية معالجة القضايا المرتبطة به. وتكتسي قضية اللاجئين أهمية بالغة في هذا اليوم في ظل استمرار النزاعات الدموية في سوريا وأفغانستان وميانمار وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وغيرها من بؤر التوتر. ولعل إحصائيات المفوضية السامية للاجئين كافية لإثبات عدم قدرة العالم في الحد من ظاهرة اللجوء التي استفحلت بفعل استمرار النزاعات والاقتتال الداخلي، بحيث تفيد المفوضية بارتفاع أعداد النازحين هربا من العنف والاضطهاد إلى قرابة 7 ملايين شخص السنة الماضية. كما يشهد هذا اليوم تنظيم مبادرات لتعزيز قيم العيش المشترك ومناهضة التمييز وتشجيع التضامن الإنساني تجاه المهاجرين واللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم أملا في إيجاد ظروف حياة أفضل. ولكن هل يكفي يوم واحد لتحقيق السلام في العالم؟ فالسلام الحقيقي يقتضي إقامة الجسور ومكافحة التمييز والدفاع عن حقوق الإنسان لجميع شعوب العالم. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد فاصل أخير. جوجل تشتري مهندسين موهوبين من HTC ب1.1 مليار دولار. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها: طائرات من دون طيار تنقل الدم إلى المستشفيات السويسرية في نهاية العام. جاء في تفاصيل الخبر: أعلنت شركة ماترنت الأمريكية عن بدء استخدام الطائرات من دون طيار في نقل الدم والعينات الطبية الأخرى إلى المستشفيات السويسرية بحلول نهاية عام 2017 وتطوير محطة تسليم ذاتية مخصصة للمستشفيات، وستحل الطائرات من دون طيار محل خدمات البريد السريع. وإلى صحيفة الأيام البحرينية التي اخترنا منها لكم: روسيا تخلد مخترع بندقية الكلاشنكوف.
كشفت روسيا النقاب عن تمثال ميخائيل كلاشينكوف مخترع بندقية الكلاشينكوف التي تشير بعض التقديرات إلى أنها السلاح الأكثر فتكاً على الإطلاق والعلامة التجارية الروسية الأشهر في الخارج. ويجلس تمثال كلاشينكوف على قاعدة في ميدان صغير بطريق غاردن رينج المزدحم في موسكو. ونطالع من صحيفة الخليج، احتجاج طالب لجوء إيراني يعطل 245 قطاراً في ألمانيا. تسبب تسلق طالب لجوء إيراني جسرا حديديا في مدينة كولونيا الألمانية احتجاجا على رفض طلب لجوئه في تعطل مئات رحلات السكة الحديدية في ألمانيا بسبب إغلاق الجسر أمام حركة القطارات جراء عملية الاحتجاج. وصحيفة البيان الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: علماء يعدلون جينات أجنة لدراسة النمو الإنساني المبكر. استخدم علماء بريطانيون أداة تعرف ب كريسبر كاس 9 لتعطيل عمل أحد الجينات في أجنة عمرها بضعة أيام لاختبار قدرة هذا الأسلوب على فك شفرة وظائف جينية مهمة في النمو الإنساني المبكر. وتثير هذه التقنية جدلا محتدما على الساحة الدولية بسبب المخاوف من أنها قد تستخدم لصنع أجنة بالطلب. ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية، أتاري تعود للحياة بلعبتين جديدتين. قررت شركة أتاري للألعاب الإلكترونية إطلاق لعبتي فيديو جديدتين، أحدهما إعادة تصنيع للعبة أتاري الكلاسيكية، والثانية لعبة جديدة تماما تحاول بهما العودة لأيام مجدها حين كانت الاسم الأول في تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا: من المعروف أنه كلما زادت عمليات الأيض في الجسم زاد معدل الجسم لحرق السعرات الحرارية، فما هي علاقة عمليات الأيض أو التمثيل الغذائي بالوزن؟ الإجابة مع معدة فقرة التغذية في أخبار الآن، غذاؤك حياتك، الزميلة منى عواد. نتابع. يلعب التمثيل الغذائي أو عملية الأيض دوراً أساسياً في تحديد قدرة القلب والدماغ على العمل بكفاءة، فهو يعمل على تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، وكلما ارتفع معدل الأيض زادت قدرة الجسم على التخلص من الدهون وبالتالي فقدان الوزن غير المرغوب فيه. وإذا كنت تبحث عن خسارة الوزن أو الحفاظ عليه، فبالتأكيد يجب عليك فهم سير عمليات الأيض وحرق الدهون لديك، أو ما يسمى في الاستقلاب. لكن الاستقلاب قد يختلف من إنسان إلى آخر، فهناك أشخاص يأكلون كميات هائلة من الطعام ويتمتعون بجسم رشيق، وهناك من يأكل القليل القليل لكنه يعاني من زيادة في الوزن. فما هو الاستقلاب أو عمليات الأيض هذه، وما هي الأغذية التي تحفزها، وكيف نستطيع رفع معدلات الأيض؟ كل هذه التساؤلات تجيب عليها أخصائية التغذية والصحة لما النائلي. منى، طبعا الاستقلاب الغذائي هي عملية حيوية. طبعا الجسم بيحتاج ليقوم بعمليات حيوية، كرمال هيك بيحتاج طاقة ناخذها عن طريق التغذية، عن طريق الغذاء بذاته. بنقوم بعمليات الاستقلاب الحيوية للغذاء كرمال نطلع الطاقة ليضل جسمنا قادر يمارس كل الوظائف الحيوية بالشكل الأمثل. ما هي الأغذية التي تحفز أو الأغذية التي ترفع من معدلات الحرق بالجسم؟ كل الأغذية اللي بتحتوي على مادة الكابسيسين. مادة الكابسيسين مثل الفلفل الحارة، فيها هي المادة، هي بترفع من معدل الحرق. عندنا الزنجبيل أيضا بيرفع من معدل الحرق. السوبر فود، الأغذية اللي تسمى السوبر فود الغنية بمضادات الأكسدة ترفع معدل الحرق، بالإضافة طبعا للبروتينات. البروتين بيخلي الشخص شبعان فترة زمنية أطول، وكمان بيرفع من معدل الحرق السعرات الحرارية. شرب المي،
وتناول 5 وجبات يوميا يساعد على جعل معدل الميتابوليزم عالي، وبالتالي نحن لازم نكثر خضر وفواكه، ناكل 5 وجبات غذائية، نشرب كمية عالية من الماء حتى يصير عنا الحرق عالي، وما ننسى دائما الشوفان أيضا بيساعد على سرعة حرق عالية لأنه بيحتوي أكيد على الألياف الغذائية اللي بتعطي الشبع وبترفع من الميتابوليزم. ما هي أبرز العوامل اللي ترفع معدلات الحرق بالجسم؟ كثير عوامل بترفع من معدلات الحرق. أول شيء عنا الرياضة، الرياضة بتسرع من معدل الحرق وبتخلي الميتابوليزم جدا سريع، وبالتالي أول نصيحة لازم نلعب رياضة طبعا تكون مناسبة للشخص لحتى يكون عندنا معدل الحرق جدا عالي. لازم نشرب على الأقل 2 لـ2.5 لتر من الماء الصافي قليل الصوديوم ليصير جسمنا قادر يقوم بعمليات الحرق، لأنه الجسم الجاف اللي ما فيه مي بيكون الشخص جسمه مرهق وتعبان ما له قادر أنه يعمل حرق جيد. والفيتامين دي يساعد على سرعة حرق جيدة، وبالتالي الأشخاص اللي عندهم فيتامين دي دال مخفض بيكون عندهم تراكم الدهون بمنطقة البطن ومعدل ميتابوليزم مخفض. وطبعا تنظيم النوم، تنظيم النوم ننام من 7 لـ9 ساعات يوميا ليلا، نوم ليلي متواصل ذو جودة عالية بيساعد على طبعا تنظيم الميتابوليزم، ويساعد على افراز هرمونات الليبتينج والجريلين اللي هن هرمونات الجوع والشبع اللي اذا انتظموا بصير عندي ميتابوليزم عالي. طبعا ما نقعد على وجبه واحده، ناخذ 5 وجبات طعاميه متقطعه بيناتهم 3 ساعات بين الوجبه للسناك وبين السناك للوجبه كمان 3 ساعات، كرمال كل ما كنا عم ناكل اكثر وجبات صحيه وصغيره بصير عندنا معدل ميتابوليزم سريع جدا. وبالتالي الرياضة، المي، تنظيم النوم، وجبات طعامية، والعصائر الخضراء الغنية بمضادات الأكسدة هي اللي بترفع معدل الحرق. بالفعل يؤثر الطعام والشراب على معدل الحرق في الجسم، ولكن التأثير الأكبر يأتي من بناء العضلات والحفاظ على نشاط الجسم، حيث يمكنك الحفاظ على معدل حرق مرتفع لوقت أطول، فكلما زادت حركتك كلما زاد معدل الحرق بشكل أكبر. في خبرنا الأخير أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها ستقوم بدفع مبلغ قدره 1,100,000,000 دولار أمريكي لشركة HTC التايوانية مقابل انتقال فريق من المهندسين والموظفين الموهوبين الذين عملوا على تطوير هاتف بيكسل للعمل لديها. وذكرت جوجل أيضا أن هذا المبلغ سيمكن الشركة من استخدام حقوق الملكية الفكرية لشركة HTC وجميع براءات الاختراع في هواتفها الجديدة المقبلة. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: تقدم سريع وانتصارات في الساعات الأولى من انطلاق عملية الحويجة. قتلى وجرحى في قصف جوي على قرى ريف إدلب الجنوبي. ومع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في المكسيك، حصيلة قتلى الزلزال تصل إلى 272 قتيل. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود ألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. دائما كونوا معنا.